تعليقات بقى بعض المقالات المهمه عن فوز الاهلي الكبير واستعادته اوضاعه في البطوله. الكاتب الصحفي المتميز الحقيقه والمبدع محمد العوالقي، كاتب يمني في صحيفه او في موقع توفا العربي، كتب مقاله مهمه بيقول: عندما يقرر الاهلي المصري ان يلعب كره قدم حقيقيه بسيطه سلسه فعاله، يبدو الفريق كنهر رقراق عطاؤه بلا حدود وكرمه مع عشاقه يصل سيله الذبا. لا تقول لي هذا الفريق يلعب وذاك الفريق يتألق. إذا حضر الأهلي بتراث مدرسته يسكت الجميع عن الكلام المباح. كرة القدم فن وذوق، والأهلي أبو وأم وجد وعم الفنون الكروية كلها وذوقها. لعزفه نشيد مختلف ولجوقته أنغام وألحان لا تكشف سرها سوى المقالة. أستاذ إبراهيم، أنا عايز بقى العولقي ده بالذات يقول لنا، نقول للناس يتابعوا إزاي، لأن الحقيقة كل كلمة بالواحد بيستخسر ما يقراهاش. بيكتب معانا بانتظام في مجلة الأهلي، الحقيقة مقالة يعني مبدعة. لا أنا أقصد أقول إيه، كل كلمة بيكتبها تحب تقراها. صحيح. وجمهور الأهلي، لكن ما نقدرش نقراها لضيق الوقت، فإحنا هنكتفي بنماذج اللي أنت بتختارها لنا كل مرة، بس عايزين نقول للناس يتابعوه إزاي. بس في مجلة الأهلي أسبوعيا محمد العوالقي يبدع ككاتب يمني في حب الأهلي عن بعد ومن قرب. الحقيقة يعني يمني يكتب على الأهلي كأنه قاعد ساكن جنبه بمنتهى العمق والحب. كمان من المقالات اللي خرجت بعد المباراة كتب الأستاذ حسن المسكاوي في الشروق: هزم موسيماني مدرب الأهلي فلوران إيبنجي مدرب فيتا كلاب، وتفوق معين الشعباني مدرب الترجي على كارتيرون، تلك حصيلة لعبة الشطرنج في المباراتين. وقال حسن المسكاوي: لعب الأهلي بطريقة فاجأت الجميع وهي 4-4-2، ودفع بأفشة في الجناح الأيمن عندما يمتلك الفريق الكرة ليلعب بجوار شريف ومروان محسن، لكنه فعل أشياء مهمة للغاية. مفاجأة اللعب بطريقة عجز مدرب فيتا عن حلها، أدرك موسيماني ضعف فيتا كلاب في منطقة دفاعي الأخيرة لاسيما داخل صندوقي، لكنه مصدر خطر في وسط الملعب. كمان يجي الانصاف بقى من ناقد رياضي كبير زملكاوي بحجم الاستاذ محمود معروف، كتب النهارده في عموده فيليكس تيليكس الى في الجمهوريه الى الاهلي، بيقول له: الكبير كبير يفوز في مصر وفي كنشاسا وفي اي مكان، تستحق وبجداره البطوله العاشره والفوز بكاس العالم. يا عيني. وبيقول الاستاذ محمود معروف لموسيماني: وحياه الخطيب تدي درس خصوصي لمدرب الزمالك كورتيزون، اسف قصدي كارتيرون. ده كلام الاستاذ محمود معروف. وما اختلفش كتير عن تقدير الدكتور طارق الادور في الجمهوريه عن موسيماني المظلوم وكارتيرون المهزوم. في الجمهوريه كمان في مقال هاشتاج للاستاذ احمد حسين، احمد حسين قال: افريقيا للكبار فقط. وفي الاخبار اشاد الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عثمان سالم بالنادي الاهلي تحت عنوان نادي المبادئ والاسطوره. طيب هو بقى هنا خد زاويه ثانيه خالص مالهاش دعوه بالماتش. خد التقط تصريح للكابتن محمود الخطيب: لن نفاوض لعيب الزمالك في هذا الظرف. وبيقول يعني رغم ان الاعراف والمنافسه والحق والحقوق والناديين اعتادوا على كده، لكن هو يقدر الخطيب انه لا يريد ان يستغل هذا الظرف الخاص جدا الذي يمر به الزمالك ويستفيد من هذه الضائقه ويزيد انه ينكأ الجراح اكثر من كده. فالتصريح يعني لقى صدى طيب عند الاستاذ عثمان سالم اللي انت عارف وانا عارف صديقك. فالحمد لله. وانا شايف كده يعني ما دقتش، خلي كل واحد دلوقتي في حتته، واحنا الحمد لله لعبتنا مكفينا مشبعنا.